اليوم نحن في محافظة أبيا نغيم ندوة بمناسبة الذكرى 28 لتأسيس التجمع اليمني الإصلاح. والتجمع اليمني الإصلاح اليوم هو يدافع عن هذا الوطن ومع الشرعية ومع دول التحالف في استعادة الدولة، في تطبيق مخرجات الحوار الوطني، في تنفيذ المبادرة الخليجية والتمسك كذلك بقرار 22/16 القرار الأممي. واليوم احنا نحتفل طبعا ونفتقد الكثير من زملائنا امين المكتب ورئيس دائره الانتخابات، كانوا من ضمن الشهداء الذين دافعوا عن هذا الوطن. اليوم نفتقد الى عشرات القيادات من اعضاء الاصلاح. اليوم هناك كثير من الشباب في محافظه ابين في سجون الميليشيات الحوثيه. الاصلاح قدم تضحيات وكان اول من وقف في 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 صف المقاومه يعني في هذه المحافظه وفي الوطن عامه. نحن اليوم طبعا نحتفل والوطن يعني يمر بآلام، يمر بأزمات يعني كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنفرج هذه الأزمات وأن نعيد الدولة وأن نحتفل في صنعاء للتحرير يعني هذا الوطن من هذه العصابات وهذه الميليشيات. لا ننسى في هذه الذكرى أن نقدم الشكر والتقدير لدول التحالف فيما قدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان ولي عهده محمد بن سلمان، وكذلك نقدم الشكر والتقدير لدولة الإمارات وكل دول التحالف الذي وقفت وساندت معنا، ونترحم على الشهداء الأبرار الذين قاموا وضحوا يعني من أجل هذا الوطن. حقيقة الإصلاح مثله مثل بقية الأحزاب والكيانات كان مشاركا في كثير من المنعطفات السياسية ويعني في هذا البلد، له مسيرة عطاء حقيقة. كان من ضمن ما قدم كثير من الشرائح والتنظيمات والأحزاب. الإصلاح حقيقة كان لديه مواقف وطنية مشرفة. اليوم هو يحتفل بهذه الذكرى. الإصلاح يخوض مع الشرعية ومع التحالف، يخوض معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. الإصلاح مع الشرعية ومع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة حقيقة جنبا إلى جنب من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة المؤسسات وعودة الحياة الطبيعية وعودة الجمهورية اليمنية ونظامها الديمقراطي التعددي. في هذا اليوم المبارك أقيمت الندوة تحت عنوان الإصلاح ثورة وعطاء، وهي الذكرى 28 لتأسيس هذا الحزب الكبير، الحزب الذي له عطاء كبير على مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وبمشيئة الله بهذه المناسبة العظيمة سوف نستمر في ذلك العطاء وفي هذا البذل حتى نحصل على دولة مدنية، دولة اتحادية، دولة يقيم فيها العدل والاستقرار ويحظى شعبها بالكرامة ويحظى شعبها يعني بالخير والبركة، وأن تسود الأمن والاستقرار كافة محافظات اليمن. في هذا اليوم المبارك وفي هذه الندوة الثقافية التي هي بعنوان الإصلاح مسيرة وعطاء، نحتفل اليوم في التجمع اليمني للإصلاح محافظة أبين بهذا اليوم المبارك، هذا اليوم المعطاء بمسيرة هذا الحزب الذي أفنى كل عمره في خدمة الوطن. وإننا في التجمع اليمني للإصلاح محافظة أبين إذ نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الحزب بهذه المناسبة وأعضاء الحزب في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية في هذه الذكرى، في الذكرى 28 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح. نشعر أننا في التجمع اليمني للإصلاح قد قدمنا لخدمة هذا الوطن وتأسيس وطن مبني على التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر. إننا في التجمع اليمني للإصلاح في هذه الذكرى الطيبة المباركة نتمنى من الله عز وجل أن يرفع عن بلدنا هذه الغمة التي يمر بها. نسأل الله عز وجل أن يمن على يمننا بالخير واليمن والبركات. بهذه المناسبة نرفع
أسمع آيات التهاني والتبريكات لعموم الشعب اليمني عامة وخاصة أعضاء التجمع اليمني للإصلاح في كل المحافظات، وأيضا خصوصا في محافظة أبين الأبية التي قدمت الكثير من التضحيات في سبيل هذا الوطن. وعليها فأن التجمع اليمني للإصلاح هو أحد المكونات السياسية في الجمهورية اليمنية وفي بلاد اليمن السعيد، والذي يسعى جاهدا هو وجميع المكونات السياسية في أرض اليمن إلى ترسيخ مبدأ الديمقراطية ويعني التوافق السلمي يعني للسلطة، وكذلك الذي يسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم بلاد اليمن السعيد.